السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا شباب؟ عاملين إن شاء الله كله بخير. فيديو سريع كده عن لو البطارية بتاعتك فصلت والشنطة مقفولة. طبعا زي ما انتم عارفين الشنطة بتاع العربية البي ام دبليو اف 30 الشنطة ما بتفتحش، هي كهرباء، تفتح من الزرار اللي هنا، تمام؟ أو في بعض الناس عندها زرار جوه العربية نفسه، هنا أنا طبعا ما عنديش 316 هنا، أو من الريموت. طيب في حالة ان من الريموت، من زرار الريموت، طب حالة ان البطارية فصلت، انت ما قدامكش حل انك تفتح العربية غير بطريقتين. انت عشان تغير البطارية، في ناس عندها الكراسي اللي جوه دي فولدبل، يقدر ان هو الكراسي الفولدبل طبعا مش قادر يفتحها من هنا، لازم يفتحها من جوه. بس لو نزل الكونسول ده، لو نزل الكونسول الوصل ده، هيلاقي ده يقدر يدخل منه من الشنطة وفيها واير يشده هتفتح له الشنطة. احنا ما عندناش الكلام ده اصلا. طيب يبقى انا دلوقتي البطاريه هنا خلصت، ايه الحل؟ الحل الوحيد ان انا هفتح العربيه بالمفتاح الميكانيكي، تمام؟ وبعدها ما افتح العربيه هفتح الكبوت بتاع العربيه، كل ده ميكانيكي، العربيه قطع كهربا تماما، المفروض ان العربيه قطع كهربا تماما، تمام؟ بعد كده حضرتك بتعمل توصيله مشترك عادي خالص، ده الكابل، معلش سوري، ده الكابل الزائد اللي هو الموجب بتاع العربيه الكهربا، وده السالب، توصلهم وبالريموت هتفتح كده الشنطه، وصل لها كهرباء وتقدر تفتح معاك، تمام؟ ده الحل الامثل، ده الحل الامثل عشان انت تفتح الشنطه بتاع العربيه. طيب ده في حاله ان البطاريه فصلت، تمام؟ في حالات تانية كتير للشنطه بقى بيحصل ساعات فيها مشكله زي اللي حصلت عندي، فخليكم متاكدين كده ان شاء الله انتوا مشتركين في القناه. هوريكم دلوقتي ايه المشكله اللي موجوده عندي في الشنطه بتاع العربيه، وليه ما بتفتحش، وازاي احلها، تمام؟ بس كده مبدئيا زي ما احنا متفقين ان خلاص انا دلوقتي البطاريه عندي فصلت شحن، تمام؟ او انا كنت غلطت مره، انا كنت شغال مره في العربيه وفصلت الكابل السالب، تمام؟ وقلت اسيبها مثلا 5 دقايق، وللاسف حد جه قفل لي الشنطه، فللاسف ايه، كابل مفصول مش عارف اوصل حاجه. اضطريت اعمل زي ما قلت لكم، اعمل توصيله. اول ما عملت توصيله فتحت الشنطه وركبت الكابل، فده اسلم شيء للايه، للموضوع البطاريه، تمام؟ اللي عنده طبعا الكراسي فولدبل زي ما قلنا هيقدر يدخل ويفتح السيفتي واير، هيفتح له الشنطه من جوه، تمام؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.